ورشا وصلنا لأولى مساحاتنا لليوم، ومثل ما ذكرنا بالبداية اليوم 15 أب بيصادف عيد الصحافة السورية. اليوم كمان ما فينا اليوم غير ما يعني نتذكر مراسل الإخبارية السورية محمد الصغير المعتقل لدى ميليشيات قسد. أكيد نتمنى له من حوالي 3 سنين رشا، أكيد نتمنى له سلامة وتم الإفراج عنه بأسرع وقت. بهذا الوقت دائما الصحفيين بتذكروا الضغوط اللي أحداث وخصوصا صحفيين سوريا خلال الحرب السورية قدموا الكثير. أكيد قدموا الكثير، كان من الحالات الخوف اللي عاشوها ضمن الميدان، وكان من الأرواح اللي كمان صعدت بهيئة الأزمة السورية. ودائما نحن بهذا اليوم بنعاية كل الزملاء إن كان بكل الأقسام بالإعلام، وأيضا دائما الصحافة الورقية إلى جزء كثير مهم. حتى بوقت كورونا صحي تحولت لصحافة الكترونية، ولكن بقيت هي إلى أساسها ودائما متابعة من قبل كل الناس. صحيح رشا، نحكي أكثر عن الصحافة الورقية وواقع الصحفيين وكثير من التفاصيل. بسعدنا نرحب بالأستاذة غسانة فطوم رئيس قسم التحقيقات في جريدة البعث. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك أستاذ. صباح الخير أستاذ، بدنا نعايدكم بداية ونعايد كل الزملاء بجميع الأقسام. أول بداية لمين حابب توجه معايداتك لليوم؟ طبعا بداية أترحم على شهداء الإعلام السوري الذين ضحوا بدمائهم في سبيل هذا الوطن الغالي، وثانيا أتقدم بالتهنئة بمناسبة هذا العيد لكل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، ونتمنى الحقيقة أن نحتفل في العيد القادم أو قريبا بخروج زميلنا محمد الصغير من سجون قسد ليكون بيننا من جديد يؤدي رسالته الإعلامية. بداية خلينا نحكي عن تاريخ الصحافة السورية، كونه نحن اليوم بمناسبة وذكرى مهمة، خلينا نحكي تاريخ الصحافة ضمن سوريا كيف تدرج وخاصة خلال الأزمة. طبعا الحمد لله تاريخ الصحافة السورية دائما هو موغل في القدم، وهو دائما تاريخ مشرف. هلا إذا بدنا نحكي عن تاريخ الصحافة السورية بصراحة نحتاج إلى جلسات ساعات وأكثر ومجلدات، لكن سأحاول في هذه الرجالة الإضاءة الإشارة على النقاط المهمة خلال مسيرة الصحافة السورية التي يعني تاريخيا فينا نقول عهد السوريين مع الصحافة يعود إلى القرن 19، تحديدا إلى عام 1865 عندما أصدر الوالي العثماني صحيفة اسمها صحيفة سوريا، كانت تصدر باللغة العربية واللغة التركية. هذه الصحيفة لم تستمر، تم إيقافها أو توقفت عندما خرج العثمانيين من البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى. أيضا في عام 1867 أصدر والي حلب قرارا بإصدار صحيفة اسمها غدير الفرات، ثم أصبح اسمها الفرات. أيضا هذه الصحيفة كانت تصدر باللغة العربية والتركية إضافة إلى اللغة الأرمنية. لكن النقطة المضيئة في ذاك الوقت هي صحيفة الشهباء التي أصدرها المصلح والمفكر عبد الرحمن الكواكبي. هذه الصحيفة حقيقة كانت مناهضة جدا وكانت ضد الاحتلال العثماني، لذلك أصدر والي حلب وأعتقد اسمه كامل باشا قرارا بإيقاف هذه الصحيفة ومصادرة المطبعة وكل أدوات الإنتاج التابعة لها. عبد الرحمن الكواكبي الحقيقة لم ييأس، بل ساعد بإصدار صحيفة أخرى اسمها صحيفة الاعتدال. بالعموم كانت الصحافة السورية في زمن الاحتلال العثماني كان هدفها هو مقاومة سياسة التتريك ومحاولة توعيد الشعب ضد هذا المستعمر، بمعنى أنها أدت دورا وطنيا كبيرا في تلك الفترة. بالنسبة لفترة الانتداب الفرنسي التي تمتد من عام 1920 إلى لغاية الاستقلال في 1947، كان هناك حقيقة حضور جيد للصحافة السورية، وأعتقد وحسب الدراسات التي اطلعت عليها قبل قليل هي أن كان هناك حوالي 51 مطبوعة سورية، منها 27 صحيفة و 31 مجلة، من أبرزها صحيفة الأيام، صحيفة المقتبس، وصحيفة القبس، وأيضا صحيفة سوريا الشمالية. طبعا هذه الصحف أيضا كان لها دور كبير، كان لها دور كبير في مقاومة الانتداب، كان لها دور كبير في إشعال الثورات السورية. بدي كنا نشوف هدول الأحداث ضمن المسلسلات القديمة اللي كانت تطرح موضوع السورية الاحتلال الفرنسي والانتداب. ممكن نحن بسياق الكلام نعرج على هذا الموضوع. فالصحافة السورية في ذاك الوقت كانت هي بمثابة الفارس الذي حمل ثورة البلد على يديه
قامت الثورات في كل المدن السورية وتوجد بالثورة السورية الكبرى التي أدت فيما بعد إلى جلاء المستعمر الفرنسي. طبعا بخمسينيات القرن الماضي أيضا نشطت الصحافة السورية، كان أيضا نشكر صحيفة البعث مثلا كان لها دور كبير في هذا المجال. ثم تطورت الصحافة السورية، صدرت صحيفة تشرين، صدرت صحيفة الثورة، ثم التلفزيون السوري، الإذاعة السورية. بالعموم بالفترة الأخيرة وحاليا يعني تطور كثيرا الإعلام السوري، وكما صحافتنا بالماضي في عهد العثمانيين وعهد الفرنسيين كانت صامدة لوجه هذين العدوانين، أيضا اليوم الصحافة السورية عبر الإذاعة، عبر التلفزيون، عبر الإعلام الإلكتروني، عبر الصحف الورقية وإن توقفت منذ فترة، أيضا تحارب اليوم ضد الحرب الكونية التي تتعرض لها سوريا منذ أكثر من 11 عام. الإعلام السوري ما زال صامدا، ما زال قادرا على مواجهة التحديات، ما زال قادرا على مواجهة الإعلام المضلل، لأن من يعمل بهذا الإعلام مؤمن بحتمية الانتصار في هذا الوطن الغالي. نعم. بشكل مختصر هذا هو يعني تقريبا تاريخ الصحافة السورية، وكما قلت ممكن نحن نتحدث لساعات أكيد. لأنه تاريخ كبير ومشرف. نعم. أستاذ غسان خليني أسأل حضرتك، بظل التطور التكنولوجي الكبير ومثل ما ذكرت رشا بالبداية بسبب ظروف كورونا اختفت الصحف أو الغيات الصحف الورقية. نعم. ولكن استعدنا عنها بالصحف الإلكترونية، وهذا الواقع ليس فقط بسوريا، بكثير من البلدان الأجنبية وحتى العربية، وفينا كمان نضيف سبب هو ظروف الطباعة والظروف المادية. برأيك اليوم عدم وجود صحيفة ورقية ممكن يأثر بشكل سلبي ولا لا الصحيفة الإلكترونية قدرت اليوم تعود عن الصحيفة الورقية؟ هلا شوفي أكيد يعني بيأثر. اليوم نحن جيلنا هو جيل الورق، يعني جيل الصحافي الورقي، تعودنا على الصحافي الورقي، ولذلك الإعلام الورقي أنا برأيي لا يمكن أن يموت، يبقى حيا في الذاكرة ويبقى له متعة حقيقية. هو وثيقة. نعم تماما هو وثيقة. وطالما نتحدث عن الإعلام الورقي، السيد وزير الإعلام في أكثر من مناسبة أشار إلى إمكانية عودة الإعلام الورقي في سوريا قريبا. طبعا أكيد الإعلام الورقي لن يعود أو كما كان سابقا، سيعود بحلة جديدة، سيكون أكثر قربا من المواطن، سيكون أكثر أناقة بالإخراج، أكثر تنوعا بالمضمون بالمحتوى. اليوم يعني أنت شو بيخليك تشتري الصحيفة الورقية أو المجلة الورقية؟ هو المحتوى، هو الشكل الجمالي، الشكل الجمالي يعني. لذلك الصحافة الورقية أنا برأيي لا يمكن أن تموت، بل يجب أن نعمل على تطويرها وعلى إعادة إحيائها من جديد، ولكن بقالب آخر. قد تكون صحافة تخصصية تختص مثلا بالسياسة، تختص بشأن المواطن، تختص بشأن معين. اليوم للأسف يعني ما بدي أقول للأسف، اليوم يعني بات أمر محتوم أن الإعلام الإلكتروني بأشكاله المتنوعة هو الذي يتصدر الواجهة. لذلك حتى هذا الإعلام الورقي يقاوم بشكل جيد، يجب أن يكون يعني متحديا أو إلى حد ما قادر على مواكبة التطورات الجديدة. الإعلام الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية خدمت كثيراً الصحافة الورقية. اليوم كل صحيفة أصبح لديها موقع على الشبكي، فهذا الموقع هو تقريباً هو عبارة عن صفحات PDF، يعني كأنها صحيفة ولكن بنسخة إلكترونية. الصحف تعمل على هذا الموضوع. لذلك اليوم يعني الإعلام الإلكتروني أنا برأيي خدم كثيراً الصحافة الورقية، لكن لا يمكن أن تموت الصحافة الورقية. بالعكس أنا أحد الناس الذي يتمنى أن تعود الصحافة الورقية، ولكن بحلة جديدة تقدر تكون قريبة أكثر من المواطن، من الجمهور المخاطب، سواء جمهور شبابي ولا جمهور ثقافي وللمواطن بشكل عام. نحن اليوم نعيش عصر الإعلام الجديد شئنا أم أبينا، لذلك نأمل أن تعود هذه الصحف ولكن بصيغة أخرى وبمضمون آخر، يكون مضمون جيد، مضمون يعني مقروء ومحبز وقادر أن يحقق ما يريد وما يحتاج أي قارئ طبعا. أي قارئ لهذه الصحيفة أو المجلة. بس دائما المجلات أو الصحف الورقية إلا متعة خاصة، يعني بعيدا طبعا. عن المواقع الإلكترونية دائما كنا نستنى جريدة اليوم، نستنى رائحة الورق. الورق له رائحة تمام. خاصة الرأي عن جد. يعني أنا بتذكر يعني هلأ بتذكر قبل ما يعني أيام زمان كنا لما نسافر من محافظة لمحافظة أول شغلة نتذكرها هي أن نشتري جريدة. صحيح. نقرأ بهذه الجريدة حتى نصل إلى حمص، إلى حماة، إلى أي محافظة. يعني 12 صفحة كانت تقرأ بمتعة، وأنا أتأكد أنت وزميلة
يعني كلاتنا كان عندنا قصاصات ورقيه لمقال صحيح. جميل لقصيده جميله كنا فقط يعني نقوم بعمليه قص لهذه الماده وحفظها في كتاب او حفظها في مكان يعني مثل ارشيف لنا. فكما تفضل يعني الصحافه الورقيه وثيقه ونحن اليوم بحاجه الى الوثيقه التاريخيه الارشيفيه. الاعلام الالكتروني ممكن ان يتعرض داتا اي داتا لاي صحفي لاي صحيح موقع للسرقة، يمكن ان يتعرض للهكر، يمكن ان يتعرض للدمار. فبالتالي هذه الصحيفه الورقيه يمكن ان تنسخ على بي دي اف، يمكن ان تنسخ على قرص سي دي، فبالتالي تبقى وثيقه ورقيه هامه جدا في الاعلام. حتى بدي اعلق على نقطه ذكرتها حضرتك، قديش وقت كنا عم نحكي عن الطقوس اليوم اللي كانت مع الجريده من زمان، كان الاب لما يرجع من شغله جايب معه الجرايد كلياتها، فهي كانت طقس جميل كلياتها يعني بدل الجريده من شخص لشخص. الجرائد الورقيه يعني كانت وجبه يوميه مثل وجبه صحيح. الافطار او وجبه كل حدا له ذوقه كان صدقا يعني صدقا هي متعه حقيقيه يعني صحيح. انا بعتبر بحكي لك عن حالي واكيد انا امثل شريحه كبيره، يعني متعة حقيقية في قراءة الصحيفة كما هي متعة قراءة الكتاب. لذلك الورقي لا يمكن أن يموت، لكن نأمل أن يتم تطويره وتحديثه بالطريقة التي تجعله أكثر جاذبية وأكثر قربا من هموم وقضايا الوطن والمواطن. أستاذ ذكرت حضرتك أنه هي وثيقة، هاي الوثيقة اليوم بحاجة لألم يكون قوي يتجاوز شوي الخطوط الحمراء ويتكلم عن هموم الناس، يعني يطرح حلول. مو بس اليوم نحن نطرح مشكلة، نطرح حلول. خلينا نحكي عن أهمية اليوم الألم الصحفي بنقل الحقيقة كما هي والواقع. أكيد. هلأ شوفي، أنا بدي أحكي لك انطلاقا من قاعدة نحن نشتغل عليها بالإعلام. الإعلام هو مرآة المجتمع، يعكس ما في هذا المجتمع من سلبيات ومن إيجابيات، هذا هو جوهر الرسالة الإعلامية. وكل رسالة إعلامية لا تعمل وفق هذا المبدأ هي رسالة مجرد حبر على ورق أو مجرد هواء يطير في الهواء أو مجرد كلام يطير في الهواء. لذلك الحرص الشديد اليوم على تطوير الخطاب الإعلامي السوري بما يخدم المواطن والوطن. وزارة الإعلام منذ 3 سنوات طرحت خطة طموحة لتطوير الإعلام السوري تحت عنوان فينا نصير أحسن أو خلينا نصير أفضل، وشاهدتم كيف قام التلفزيون السوري أيضا الصحف السورية وكل وسائل الإعلام السورية بإجراء استطلاعات لمعرفة ماذا يريد المواطن السوري. لذلك اليوم يعني نحن حتى يكون إعلامنا إعلام مواطن إعلام دولة يجب أن يهتم أولا بقضايا المواطن، يجب أن يكون أكثر قربا من المواطن. أيضا يجب أن نهتم بمفاصل العملية الإدارية، الإدارة يجب أن نختار زملاء أكفياء قادرين على قيادة العمل الإعلامي. يجب أن نهتم بتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية. اليوم حتى نحصل على خطاب إعلامي جيد، خطاب إعلامي إبداعي بعيد عن النمطية، نحن بحاجة إلى كوادر مؤهلة ومدربة تفهم تماما آلية العمل الصحفي، يعني لديها حرفني بكتابة الخبر الصحفي. اليوم الناس لا تقرأ أي شيء، لا تشاهد أي شيء، يعني اليوم ذوق القارئ صار صعب جدا صحيح. يعني حتى تصلين إلى ذوق القارئ، إلى ذوق المشاهد، إلى ذوق المستمع، يجب أن تكون المادة الإعلامية مشغولة بشكل جيد جدا. لذلك صحافتنا اليوم حتى تكون صحافة مواطنة، حتى تكون قريبة، حتى خلينا نكون صريحين، نرجع نجسر الفجوة ما بين المواطن والإعلام، يجب أن يكون إعلامنا إعلاما حقيقيا، إعلاما إبداعيا، قادرا على إيصال هموم المواطن. أيضا أريد أن أشير هنا إلى نقطة مهمة يمكن ذكرتها في حلقات سابقة على هذا المنبر، هو أن الاهتمام بصحافة الحلول. ذكرنا الحلقة الماضية تحدثنا تقريبا عن هذا الشيء. صحافة الحلول، ماذا تعني صحافة الحلول؟ هي الصحافة التي تختص بتسليط الضوء والإشارة على مشاكل المجتمعية في المجتمع السوري والعمل على إيجاد الحلول لها. يعني مو فقط أنا أشير إلى هذه المشكلة بل أتابعها وأضع صاحب القرار أمام خيارات كثيرة لإيجاد الحلول. يعني الصحافة اليوم دورها مو فقط الإشارة، الصحافة دورها اليوم يجب أن تكون شريكة بصناعة قرار الحل، بصناعة قرار الحل. لذلك الإعلام اليوم أمامه مسؤوليات كبيرة تضاف إلى مسؤولياته في مواجهة إعلام الفتنة الذي يحارب الإنسان السوري، يحارب الوطن السوري منذ أكثر من 10 سنوات. والحمد لله قدرنا نحن نصمد بسوريا بفضل الثلاثي القوي، الجيش والشعب والقائد، قدرنا نحن نتجاوز. وأيضا الإعلام الوطني القادر حقيقة على هذه المواجهة رغم
تعرفوا نحن أول ما بلشت الحرب يعني خلينا نكون صريحين تلقى إعلامنا صدمة، ولكن الحمد لله سرعان ما عاد من هذه الصدمة. ليش؟ كما قلت لأن هناك إيمان بحتمية الانتصار. الإنسان السوري لم يهزم منذ التاريخ، لم يهزم، سوريا لم تهزم ولن تهزم بفضل وجود هذا الثلاثي القوي وبفضل وجود هذه الكفاءات القادرة على أن تصنع إعلاما وطنيا قادرا صحيح. يعني خلينا نكون كمان صريحين، طالما هاي جلسة صراحة، هناك الكثير من المآخذ على الإعلام السوري، ولكن بالمحصلة هو إعلام استطاع أن يجابه، استطاع أن يصمد إلى حد نستطيع فيه أن نطوره في المرحلة القادمة. برغم الإمكانيات كانت موجودة أستاذ، نعم. عم نحكي أكيد الإمكانيات كانت ضعيفة، إذا قارناها بإمكانيات إمبراطوريات الإعلام لا مجال للمقارنة أبدا، صحيح. بس نحن رهاننا على مين؟ على الصحف السوري، على الإعلام السوري، على الوعي السوري، على المحبة لسوريا. ونحن من القاعدة بتقول إذا أنت حبيت شيء تنجحي فيه وتبدعي فيه، فطالما هذا الحب موجود، هذا الإيمان موجود، أنا برأيي ممكن أن نصنع المستحيلات في القريب العاجل بما يخص الإعلام السوري. وأنا أثق بخطة وزارة الإعلام في تطوير هذا الإعلام والوصول فيه إلى مستوى راقي جدا. طيب أستاذ غسان، كونك حضرتك كنت عم نحكي أنه عم نحكي نحن بصراحة، اليوم الصحف السوري قدم الكثير ودفع كثير ثمن لمواقفه، سواء الكلمة اللي قدمها أو الحقيقة يلي كشفها. خلينا نحكي اليوم الصحف السوري شو دوره بهذا الوقت الراهن، نحن بعد يعني تجاوزنا 10 سنين من الحرب، شو دوره اليوم بالوقت الراهن، وشو المطلوب اليوم نقدمه للصحفي لحتى يقدر يكفي برسالته؟ طبعا يعني طالما شوف العملية الإعلامية جناح الأهم هو الصحفي، يعني أحد الأجنحة المهمة في العملية الإعلامية هو الصحفي. هذا الصحفي إذا لم تؤمن له بيئة عمل مناسبة لا يمكن أن يبدع. لذلك نحن أمننا اليوم بقانون الإعلام الجديد الذي أعتقد سيصدر في القريب العاجل. أتمنى لهذا القانون الجديد أن يؤمن بيئة إعلامية آمنة للصحفي، تحقق له كل ما يريد وما يحتاج من حقوق ومن أدوات للعمل. طلعت على المسودة يا أستاذ؟ هلا هو أعتقد أصبح القانون في مجلس الشعب، يعني يدرس حسب الحديث الذي سرب من وزارة الإعلام. ما فيك تسرب لنا لأن الشيء كان بنت من القانون الجديد. لا أستطيع، لا يعني هذا هو قيد الدراسة، وأعتقد أن هناك زملاء يعول عليه يعني ممكن بصراحة أستاذ. بس النقطة الإيجابية في هذا القانون واللي ممكن أنا أسربها أنه هناك بند لا يسجن أي صحفي سوري، يعني مهما ارتكب الصحفي من مخالفة هو لا يسجن وإنما يدفع غرامة. يعني القانون يغرم الصحفي السوري. وهي أهم نقطة، أنه نحن ما نقيد حرية الصحفي تماماً. طبعاً هو القانون كما قلت لك، القانون هو سيؤمن بيئة تشريعية، بيئة قانونية حامية وضامنة للعمل الصحفي. والنقطة الآن هي أن الصحفي لا يسجن إذا كتب ولنفترض أخطأ ولم يكن لديه وسائل، فيدفع غرامة، وهذه الغرامة تقدر وفق المخالفة التي ارتكبها الزميل الصحفي. لذلك اليوم عندما تتوفر هذه البيئة القانونية، هذه البيئة الآمنة للعمل الصحفي، أنا متأكد أن أي زميل صحفي لن يخاف من السجن، لن يخاف عندما ينكش دبابير أو عش الفساد. السيد الرئيس في آخر إطلالي له مع الإعلاميين أكد على الإعلام الاستقصائي، وقال بما معناه أن الإعلام الاستقصائي هو السبيل الوحيد أو هو الوسيلة التي تكشف خبايا وخفايا الفساد. لذلك أكد على ضرورة أن يكون هذا الإعلام هو الإعلام السائد اليوم في هذه المرحلة. نحن في مرحلة إعادة إعمار اليوم، إذا لم نقوم بتنظيف هذه سوريا الجميلة من كل الفساد والفاسدين، نحن لا نستطيع أن نبني سوريا المتجددة القادرة أيضا على 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 مواجهة الأخطار. الأخطار ضد سوريا لا تتوقف أبدا. سوريا يعني منذ القدم وفي الحاضر وفي المستقبل سوف تبقى مستهدفة، لأنها دولة يعني محورية في المنطقة، وهذا ما يزعج الأعداء. لذلك نحن نتمنى الحقيقة من الإعلاميين أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأيضا أتمنى من الزملاء في اتحاد الصحفيين وبمناسبة عيد الصحافة أتمنى أن نعمل على تحقيق المطالب المشروعة للزملاء الصحفيين. لدينا مثلا طبيعة العمل،
ما زال هناك الكثير من الوعود حول طبيعة العمل الصحفي، وهي لا تكلف خزينة الدولة الكثير. أيضا هناك الكثير من الزملاء الصحفيين لا يقطنون بمساكن لائقة، هناك 80% من الزملاء الصحفيين يقطنون في العشوائيات. الصحفي الذي لا يجد منزلا لائقا لا يستطيع أن يكتب بشكل جيد. أيضا هناك مطالب أخرى تتعلق بالمعاش التقاعدي. صحيح. يعني المعاش التقاعدي من اليوم الصحفي، صوري الصحفي بعد خدمة 32 سنة بيطلع على معاش تقاعدي بحدود 18 أو 19 ألف ليرة سوري. اليوم لا، هي ثمن علبة دواء لمرض مزمن، مرض السكري أو مرض الضغط. لذلك نحن اليوم نتمنى من الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي أن نحول عيد الصحافة إلى مناسبة للتذكير بحقوقنا، إلى مخاطبة أصحاب القرار بضرورة الاهتمام بالصحفيين وتأمين كل متطلبات هؤلاء الصحفيين ليكون قادرين على حمل الرسالة الصعبة. مهنة الصحافة هي مهنة المتاعب، فإذا لم نوفر لأصحابها أو للعاملين فيها متطلبات العمل وتمكينهم من كل شيء، لم تكون الرسالة الإعلامية بالمستوى يعني الذي نريد. كرمال اليوم ينجح الصحفي بألمه أو ينجح الإعلامي بشغله، مفروض تقدم له مو بس بيئة تكون طبيعية وصحية، كمان نحن اليوم الشق المادي ما فينا نبعد عنه. أكيد. كرمال يعني أنه هو يقدر ينتج ويبدع بالنهاية. الحكي عن التعويضات، أعتقد التعويضات تسمى في الصحف الاستكتاب، وتسمى في التلفزيون يمكن بونات أو أي ما بعرف شو التسمية. بغض النظر عن التسمية، اليوم الحوافز المادية للإعلامي يجب أن تكون مجزية. صحيح. اليوم أي مشوار لأي زميل صحفي، إن حتى لو معه سيارة، هلا اللي معه سيارة اليوم أركنة يعني حطها قدام البيت، لأنه بصراحة القرار الأخير بغلاء البنزين يعني أصبح مشكلة. لذلك اليوم أي صحفي بأي أقل مشوار اليوم 5000 ليرة سوري. غير ذلك اتصالات اللباس، الصحفي المفروض أن يكون أنيق بشكله بشكله وايضا بكلامه. المظهر الجميل يعطي الثقه بصراحه، خلينا نكون منطقيين طبعا، يعطي الثقه، يعطي القوه. هو بدعين هو انعكاس يعني. هذا الصحفي بحاجه الى بدل لباس، بحاجه الى بدل نقل، بحاجه الى اتصالات. يعني الاتصالات قالوا رفعوا رسوم الاتصالات، ولكن للاسف لم تتحسن جوده الاتصال ولا جوده النت. يعني نقضي ساعات احيانا في البيت. صحيح. نحاول ان نفتح صفحه من صفحات الجريده، من صفحات الهيئة، لا نستطيع بصراحة. هناك مشكلة، هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها العمل الصحفي في صلب عمله. لذلك يجب أن تكون هناك نظرة شاملة وعامة على هذه الهموم والمشاكل ومحاولة إيجاد حلول لها. صحيح. يعني لا يمكن أن نعمل بهكذا بيئة إعلامية. كل الأمل أن تحل هذه الأمور في القريب العاجل، ولا أعتقد أن ذلك من المعجزات، بالعكس الأمور مرتاحة، ولكن نحن بحاجة فعلا إلى قرار جريء في إقرار هذه التعويضات والسماح لزملائنا بالعمل بشكل جيد ووفق المطلوب. إن شاء الله بيوصل صوتك وصوتنا اليوم. إن شاء الله أكيد عبر هذا المنبر الجميل. الأمور اللي ذكرتها حضرتك يمكن ما عادت مشاكل صغيرة، هي صارت فعليا بهذا الوقت هي معوقات كبيرة اليوم للصحفي ليقدر يمارس عمله. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا الأستاذ غسان فطوم، رئيس قسم التحقيقات في جريدة البعث. شكرا. وبالختام ايضا الرحمة على ارواح الشهداء، شهداء الاعلام، وكل عام والزملاء الصحفيين والاعلاميين. يسعد صباحك وينعاد عليكم بكل الخير. شكرا استاذ لحضورك معنا.